مشروب على سفرة رمضان هيخرجنا منه بنسب خطوبة الضعف تقريبا. معاكم النهارده دكتورة ريهام الشاعل، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجاري، وإحنا النهارده في وسط عيلتنا مع إيرا الطبيبة. تعالوا بينا نبدأ بسم الله. الأبحاث أثبتت إن التمر الهندي أو التمرند كما يسمى باللغة الإنجليزية بيحتوي على مجموعة مهمة جدا من الفوائد والقيم الغذائية اللي ممكن تفرق معانا جدا أثناء رحلتنا في البحث عن الإنجاب وفي علاج تأخر الحمل. أهم حاجة بيشتغل عليها التمر الهندي هو إنه بيشتغل على الميتوكوندريا أو الماتور، عارفين العربية أو الماتور بتاعها، هو ده الميتوكوندريا للخلايا كلها، وبالتالي بيزود لنا من الحرق، من فرصة إننا نزود معدلات الحرق ونسب الطاقة اللي موجودة في الجسم. وده بيعمل لنا إيه بقى؟ بيعمل لنا حاجات مهمة جدا، هو إنه بيقلل لنا من مقاومة الإنسولين، ودي حاجة عظيمة لأنه بيزود لنا من حرق السكر اللي موجود في الجسم، وبالتالي بيدينا نسب أعلى في شفاء حالات تكيس المبايض اللي هي من أكتر الحالات اللي للأسف بتنتج نتيجة مقاومة الإنسولين. كذلك الحرق هيحسن لنا من الوزن. إيه ده، ثانية واحدة، هو الوزن بيؤخر الإنجاب؟ الوزن من العوامل المهمة جدا في تأخير الحمل، خصوصا لو كانت نتيجة عادات وطرق غذائية غير صحيحة ونوعيات أكل خاطئة. طب كله على الستات كده، مفيش على الرجالة؟ بابا ده مش هيتعب معانا شوية؟ بابا ده الحرق بيمثل بالنسبة له طاقة أعلى وفرص أحسن لزيادة حركة الحيوانات المنوية، وبالتالي فرص أعلى لحدوث الحمل. تاني حاجة بيشتغل عليها التمر الهندي وهي نتيجة احتوائه على فيتامين سي وعلى الزنك. فاكرين بقى فيتامين سي والزنك؟ دول بالنسبة لنا هم أساسيات عالم مضادات الأكسدة، هم المسؤولين عن إنهم يحموا جسمنا من الشوارد. ايوه، ايه لازمتها الشوارد دي؟ هتعمل لنا ايه يعني؟ الشوارد دي بتؤثر علينا بشكل كبير جدا، انها بتسبب لنا التهابات في الجسم كله، واتفقنا ان من اهم الحاجات اللي بتظهر معانا في الالتهابات هي حالات البطانه المهاجره وحالات تكيس المبايض، وايضا الالتهابات تؤثر على الرجال بانها تظهر لنا ضعف في بنيه وتكوين الحيوانات المنويه، وكل دي عوامل تؤخر لنا جدا جدا من فرص الحمل، فبالتالي اي شيء هيتعامل مع هذه الشوارد بالشكل الصحيح لي هيدينا فرص اعلى لحدوث هذا الحمل. ثالث حاجه انه بيوصل لنا ده، ايه اللي بيحصل؟ التمر الهندي فيه ماده اسمها البوتاسيوم، الماده دي مسؤوله عن انقباض وانبساط الاوعيه الدمويه. ايه ده، مش كنا زمان اتكلمنا عن الاوعيه الدمويه دي بس بطريقه مختلفه تماما في الارجينين؟ بالظبط كده، لكن الطريقه هنا مختلفه، وبرده في النهايه بتؤدي الى نفس المسار، بتؤدي الى وصول الدم بكميه اكبر وتدفقه بكميه افضل للاوعيه او للاعضاء المسؤوله عن تكوين البويضات، وكذلك للاعضاء المسؤوله عن تكوين الحيوانات المنويه، وبالتالي نقدر نوصل لجنين متكون ومتغذي بكميات اكبر من الدم واخد منه افضل ما فيه. فانقباض وانبساط الاوعيه من اكثر العوامل اللي بتساعدنا على اننا نوصل لخصوبه اعلى وفرص اعلى لحدوث الحمل. هنا بقى استراحه محارب كما يسمونها، المغنيسيوم. 110 ميلي جرام من المغنيسيوم موجوده في التمرند. ايه المغنيسيوم دوره؟ المغنيسيوم دوره انه بيساعدنا على تقليل الكورتيزول، ما بيقلل لنا من الانقباض العام الموجود في العضلات، بيساعدنا على الاسترخاء. يلا بينا كده نهدى، نطمن، نقلل من العدو الاكبر للخصوبه وهو الاسترس. هو ده دور مهم وخطير للمغنيسيوم، لو قدرنا اننا نوصله بجرعات سليمه فاحنا قدرنا اننا نوصل لحياه اكثر هدوءا واستقبالا وقبولا لكل العوامل اللي هتتغير حوالينا، سواء بحدوث الحمل الشهر دوت او تاخيره، وبالتالي فرص تبقى اعلى لان هرموناتنا تكون مظبوطه وتمشي بشكل احسن، كانت بقى تاثيراته على كل حاجه وما فيهم الغده الدرقيه، لان الاسترس للاسف بيقضي على كل هذه الهرمونات وبيعلينا نسبه الكورتيزول، ودي حاجه للاسف بتضرنا جدا جدا في جسمنا. يعني خلاصة إن التوتر والقلق كافلين لوحدهم إنهم يأخروا الحمل؟ أيوة للأسف كافلين لوحدهم يأخروا الحمل. وبيني وبينكم دي حاجة كويسة، إحنا مش عايزين بابا وماما متوترين دول، عايزين بابا وماما مبسوطين الهاديين الرايقين الجمال. رابع حاجة، التمر الهندي هو مقاوم كبير جدا للبكتيريا والفطريات، وبالتالي بيدينا فرص أقل للالتهابات الموجودة، الالتهابات النسائية، وفرص أقل للصديد اللي بيكون موجود في السائل المنوي، وبالتالي عندنا مفيش بقى بكتيريا بتقضي وبتدمر كل شيء حواليها، وعندنا نسب أعلى لحدوث الحمل سواء كان عند السيدات أو عند الرجال. الحالتين دول للأسف من أكتر الحالات المشهورة والبسيطة جدا في تأخر الحمل، واللي بتتحل أحيانا مع دورة واحدة، ومجرد ما الالتهابات بتتعالج ومجرد ما الزوج بيتعالج الدنيا بتبقى أحسن والبيبي بيجي بسلام. بس بقى لينا توصية هنا، نخلي بالنا إن التمر الهندي عند مرحلة لما بيوصل لهنا في مصر بيتحول تحول تام، هو إننا بنحوله من معجزة
الى يعني كارثه طبيه. ايه اللي بيحصل في التمر الهندي؟ اننا بنضيف على التمر الهندي نص كيلو سكر تقريبا، يمكن الايام دي ممكن يقل شويه، مش هيبقى نص كيلو بالظبط، بس السكر في هذه الحاله بيدمر لنا كل التاثيرات الايجابيه اللي هيعملها التمر الهندي ده. احنا عمالين نقول بيزود حرق السكر وبيقلل مقاومه الانسولين، عمالين نقول بيقلل الالتهابات اللي موجوده في الجسم، واحنا نقوم ايه؟ لا والله ما انا سايبك تعمل اللي انت بتعمله، والله لا انا هتصرف، انا هقوم حاطط بقى الاضافه اللي عندنا. ولكن التمر الهندي عشان يدينا تاثير صحيح ونشوف له نتائج عظيمه، ممنوع تماما يكون عليه سكر. حلو جدا، عظيم. يلا بقى نحضره ازاي، نكونه ازاي، ناكله باي طريقه؟ يلا يا جماعه شيف شربيني يخرج لنا للطبيعه، ويلا بينا نبدا ازاي نحصل او نتناول التمر الهندي بالشكل المفيد ليه او الصحيح ليه. ايوه طبعا ممكن تعمليه كمشروب، ايوه طبعا ما عندناش اي اعتراض، شربيه كمشروب هيكون بالنسبه لنا حاجه عظيمه جدا. لكن دايما حاولوا على قد ما تقدروا تقللوا من تعرضه للحراره، لان تعرض معظم الاعشاب اللي اتكلمنا عنها للحراره بيقلل من فايدتها بشكل كبير. ممكن نستخدمه وهو مطحون ونحطه كماده من التوابل اللي بتتحط على السمك، بس بعد ما السمك يستوي نحطه احنا بقى على السمك، هيدينا بجد بمعنى الكلمه قنبله خصوبه. احنا عندنا سمك مليان فيتامين د ومليان كالسيوم، مليان اوميجاات بكل انواعها، وعندنا التمر الهندي بكل بقى الفوائد اللي احنا لسه قايلينها من شويه، وكمان كل ده في وجبه واحده. عايزين نشربه مشروب دافي مع اكله كامله، ممكن ناخده في شوربه العدس، هتبقى حاجه عظيمه جدا، لان العدس برضو فيه مواد زي ما قلنا احنا اتفقنا كان فيه. مين فاكرين مين الشاطره اللي هتقول؟ برافو عليكم، في الال ارجينين، برافو عليكي. العدس كان مصدر غني جدا بالال ارجينين. ايه هو الال ارجينين ده؟ احنا انت لسه ما شفتيش الفيديو، فيديو درس كامل هتلاقيه موجود. هتلاقيه موجود فين؟ انا شاورت وشاورت بقى، هو يطلع لها فوق بقى ان شاء الله، ان شاء الله يطلع لها فوق باذن الله. الخلطه بقى اللي جايه دي خلطه الخبراء، خلطه الناس اللي هم بقى عارفين الخصوبه وقادرنا كتير بنبحث. لو حطينا معاه الجنسنج والماكا مع التمر الهندي، انت كده عملتي اللي ما اتعملش، كده عملنا تاثيرات ونتائج ممتازه جدا ليكوا انتوا الاثنين. الخلطات دي جميله ورائعه ومختلفه، ولكن زي ما اتفقنا قبل كده لابد وضروري من اشراف طبي عشان نحصل على الفوائد ونتجنب اي اثر جانبي. وكل شيء ليه اثاره الجانبيه، حتى الاكل نفسه ليه اثار جانبيه. يعني خلاص كده رمضان ونطلع على طول كده نجيب العيال؟ لا، بالنسبه لنا احنا محتاجين 5 شهور كمده الى حد ما كافيه طبيا علشان نقدر نوصل بيها لدرجه الخصوبه اللي احنا متوقعينها او النتائج اللي متوقعينها من التمر الهندي. لو استفدتي من الفيديو فضعي علامه اللايك، وبكده هتكوني افدتي 10 اخرين من المتابعين اللي هيترشح لهم هذا الدرس بناء على توصيتك. متابعينا لو لسه مش متابعينا، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان توصلك الدروس العلميه الموثقه والصحيحه عن كل ما يخص تاخر الحمل والخصوبه واسرارنا كاطباء في هذا المجال. وشاركينا في التعليقات عن اي وصفات او مجموعات من الاعشاب اللي استخدمتيها قبل كده وساعدتك في الخصوبه في فتراتك الاخيره، وزي ما اتفقنا احنا هنراجعهم مع بعض ونقول ينفع ولا ما ينفعش، وايه اللي بالنسبه لنا مفيد وايه اللي نخلي بالنا منه. ولكل الناس خارج مصر وخارج القاهره الكبرى وبتسالنا دايما عن الاستشاره الاونلاين، فهتلاقوا كل تفاصيل الحجز موجوده في صندوق الوصف. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.